الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإماما للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عزيزي الطالب، وقفت بك فيما مضى على حقيقة العلو وأنواع العلو وأدلته، ولعل سؤالا يعتريك: هل معنى علو الله على خلقه أنه بعيد عنهم؟ حاشاه سبحانه، بل إنه أقرب إلى العباد من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله قريب من عباده، يعلم أحوالهم ويطلع على خباياهم ويعلم ما تكنه النفوس. لذا عزيزي الطالب، جاء دور هذا الدرس من دروس هذه الوحدة المباركة. هذا الدرس جاء ليناقش لنا معنى المعية والقرب والتكلم. الله عال على خلقه، وهو فوق العباد جميعا وفوق سائر المخلوقات، فهل معنى ذلك أن معيته تكون بشيء من البعد عن خلقه؟ قلت: كلا وربي، وإنما معنى أن الله على عباده هو أيضا محيط بأحوالهم كما سبق وأن علمنا. ويبقى معنا أن نبين هذا المعنى في حقيقة المعية وحقيقة قرب الله من عباده وحقيقة تكلم الله عز وجل لعباده. وهنا أيها الشباب، نبدأ بعرض هذه العناصر التي يحويها هذا الدرس. إنها عناصر خمسة. العنصر الأول نتكلم عن ثبوت المعية والقرب. العنصر الثاني نتناول فيه معنى المعية والقرب عند أهل السنة والجماعة. العنصر الثالث نتناول فيه أنواع المعية والقرب ولوازمهما، وكذلك نبين آراء الفرق في حقيقة المعية والقرب، وأخيرا نختم هذا الدرس ببيان مناقشة أهل السنة والجماعة لمن خالفوا رأي الجميع في مكنون أو معنى المعية والقرب. أما عن ثبوت المعية والقرب، فإن المعية يقصد بها أنها ذات صفة، أنها صفة لله الواحد القهار، صفة لذاته، صفة لمقامه سبحانه، فهو مع عباده. وصف الله عز وجل نفسه بأنه معهم في عدة آيات من القرآن الكريم، ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فبين النبي أن الله مع العباد، والله قد بين في كتابه أنه مع عباده. ولذلك أيها الشباب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية: وما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ما أجمل هذه الكلمة وما أدقها في بيان معنى المعية. إن الله مع عباده، أي علي في دنوه، هو قريب منهم، لكن قربه منهم قرب علو يليق بذاته المقدسة. قريب في علوه، أي أنه تبارك وتعالى ليس بعيدا عنهم، فلا يدرك أحوالهم ولا يقتربون إليه، وإنما حاش وكلا أن يكون أمر الله كذلك، بل إن الله تبارك وتعالى بعيد بعد مقام وبعد ذات، وقريب من عباده قرب الخالق إلى مخلوقيه الذين خلقهم وقد هيأ لهم أسباب الحياة، بل جعل الكون كله لخدمتهم. هذا هو ثبوت المعية والقرب. الآن، ما معنى المعية والقرب عند أهل السنة والجماعة؟ إن أهل السنة والجماعة يقصدون بالمعية والقرب أن الله تبارك وتعالى عالم بخلقه، مطلع عليهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم. وهم، أي أهل السنة والجماعة، بهذا قد أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة بلا تحريف للكلمة عن مواضعه. أثبتوا أن الله فوق سماواته وعلى عرشه، بائن من خلقه وهم بائنون منه، وليس كما يقول أصحاب الفكر الفلسفي أو أصحاب الفكر المادي، إن الله قد جعل خلقه في ذاته، بمعنى أنهم في داخل ذاته، وقد رددنا على ذلك في لقاء سابق. أيضا، الله تبارك وتعالى مع العباد عموما بعلمه، ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والتمكين والكفاية،
وهو أيضا قريب مجيب، ففي آية النجوى دلالة على أنه عالم بهم. لقد ذكر الله تبارك وتعالى للمعية نوعين. إذا جئنا إلى حقيقة أنواع المعية والقرب، فإننا ندرك أن للمعية نوعين ولوازم النوعين يشرحان معنى المعية. ذلك أن من أنواع المعية معية عامة، الله عز وجل مع عباده معية عامة، كما في قوله وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة، الله مع عباده جميعا. ويلزم هذه المعية أو مقتضيات هذه المعية هو الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبية الحق تبارك وتعالى. فكأن هذا النوع من المعية يؤكد على توحيد الربوبية، ويؤكد على أن الله خالق خلقه، وهو أعلم بأحوالهم، وهو رب لهم، يقدر أحوالهم ويهيئ لهم أسباب الحياة الآمنة. النوع الثاني من أنواع المعية معية خاصة، وقد جاء هذا النوع في قوله تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا. معية الله كانت لرسوله صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وأسوأ الحالات، كان الحق تبارك وتعالى وما يزال إلى خلقه بل إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت هنا معية خاصة. وأيضا قال تعالى في حق موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فهنا معية سمع، معية سماع، ومعية رؤية واطلاع. والله أرسل موسى عليه السلام وهارون إلى فرعون إنه طغى. وما أشبه هذا النوع من المعية كثير في آيات القرآن، ولوازمه المعية ولوازم المعية الخاصة هو النصر والتأييد والحفظ والإعانة. أما عن آراء الفرق والمذاهب في معنى المعية ومفهومها، فلقد أجمع السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم إلى يوم الدين ومن بعدهم على أن الله سبحانه موصوف بالمعية على الوجه الذي يليق بجلاله، حتى لا يظنن ظن قاصر ولا يظنن ظن أو لا يفهمن قصير الفهم أن معية الله تعني معية بشر والعياذ بالله، أو معية مادية كما يليق بأذهان البشر، وإنما هي معية تليق بجلال الله مع إثبات استوائه على عرشه وعلوه على خلقه وتنزيهه عن مخالطته للخلق. فهو سبحانه علي في دنوه، قريب في علوه، فوصفه بالمعية هنا لا ينافي وصفه بالعلو على الوجه الذي يليق به، من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته أو يشبهه خلقه في شيء من صفات الخلق، حاشا لله أن يكون كذلك. إن الله ليس كمثله شيء. هنا لابد أن يعلم الشباب وليعلم المستمع الكريم أن المعية هنا معية في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ما فهمه أهل السنة والجماعة من مفهوم المعية. أما عن آراء الفرق الأخرى فقد افترق الناس في هذا المقام على أربعة أقوال. القول الأول هو لأهل السنة والجماعة، القول الماضي كان للسلف الصالح وعليه سار أهل السنة والجماعة هنا، حيث يرون أن الله فوق سماواته، عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كما علمنا. ومعيته سبحانه على حقيقتها تليق به ولا تشبه معية أي مخلوق لمخلوق، لقول الله تبارك وتعالى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تبارك وتعالى أيضا هل تعلم له سميا، وأيضا كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الآية إنما قد جاءت تشير إلى أن الله لا كفء له ولا ند له ولا يشبهه أحد من خلقه، وكسائر صفاته سبحانه الثابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا تشبه صفات المخلوقين. هذا هو رأي أهل السنة والجماعة في هذا الإطار. أما عن بعض الآراء الأخرى فنرى قول معطلة الجهمية ونفاتهم، يزعمون أنه سبحانه بكل مكان، وهم يقولون لا هو داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق العالم ولا تحت العالم، ولا مباين له ولا محايث له،
وقد احتجوا بآيات المعية على إنكار العلو، كما استندوا على حجج زعموا أنها عقلية. ولكن هذه الأدلة والحجج قد أسسوها وابتدعوها وجعلوها مقدمة على كل نص، وليس لهؤلاء أي دليل من القرآن أو السنة على صحة قولهم. لذلك أبناء الشباب، نعلم أن هذا القول قول المعطلة إنما هو قول باطل لقيامه على أدلة واهية، ولا يسندها فهم صحيح لنص من كتاب الله أو سنة للرسول الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الرأي الثالث قول حلولية الجهمية الذين يقولون بالحلول والاتحاد والعياذ بالله، وهؤلاء يقولون إن الله بذاته في كل مكان. أنا هنا معنى حلولية أي أن الله حل ذاته في كل مكان، وقد احتجوا بنصوص المعية والقرب وتأولوها على معنى العلو والاستواء، بمعنى أن الله عال على خلقه أي هو قائم في كل مكان، وكل نص يحتجون به حجة عليهم وليس حجة لهم. وهذا المعنى أيضا أو هذا الرأي أيضا رأي ضعيف لا يستند على دليل قطعي أو على فهم صحيح، لذا فنضرب عنه الذكر صفحة. أيضا من بين الآراء والأقوال قول لجماعة أو لطائفة من أهل الكلام والتصوف، يقولون إن الله بذاته فوق العرش وهو بذاته في كل مكان. وهنا تناقض غريب، كيف يكون الله تبارك وتعالى بذاته فوق عرشه وفي نفس الوقت بذاته في كل مكان؟ هنا وقع في تناقض ورأيهم ضعيف، ولذا كل من قال إن الله بذاته في كل مكان هو مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده ولصريح المعقول والأدلة الكثيرة التي اعتمدنا على بعضها نقلا عن أهل السنة والجماعة فيما مضى. لقد استطاع أهل السنة والجماعة في هذه النقطة الأخيرة من هذا الدرس أن يبطلوا قول مخالفيهم القائلين بأن الله في كل مكان، والقائلين بأن الله فوق عرشه وهو محيط بكل خلقه، فهو محيط بخلقه من أسفل وهو أعلى العرش كما يرونه، وقد سبق بيان ذلك. فأبطل هنا أهل السنة أقوال هؤلاء جميعا بالحجج والبراهين الدامغة، ومن ذلك رد أهل السنة والجماعة على من زعم بأن المعية معية ذات من وجوه عديدة. منها نقول أولا إن النصوص الشرعية في إثبات علو الله واستوائه على عرشه كثيرة، وتشهد بفساد زعم من قال إن المقصود بالمعية معية الذات. ثانيا، استطاع أهل السنة أن يقولون إن النصوص المعية الواردة في القرآن والسنة دل سياقها على أن المقصود بها معية العلم والاطلاع أو النصرة والتأييد والتمكين، كما علمنا من أنواع المعية فيما مضى المعية العامة والمعية الخاصة. أيضا استطاع أهل السنة أن يدحروا أعداءهم أو خصومهم بقولهم إن جميع علماء السلف وأئمة السنة الذين نقل عنهم تفسير آيات المعية لم يفسروها بمعية الذات، إن هذا التفسير لم ينقل إلا عن المبتدعة من أهل الكلام، لذلك لا اعتبار بقولهم لأنهم لا يسندهم دليل. رابعا، أن كلمة مع في حال إطلاقها تفيد مطلق المصاحبة، ثم إن سياق الكلام يحدد نوع المعية مصاحبة، ونصوص المعية حددت نوعين من المصاحبة هما معية العلم ومعية النصرة والتأييد، وهذا يؤكد ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وليس ما ذهب إليه خصومهم. لقد سبق وأن بينا لوازم معية العلم ولوازم معية النصرة والتأييد، وهي في الحقيقة قول واتجاه للسلف الصالح، وأهلا به ومرحبا، وهو في وجه خصومهم هدى الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.